سنة طبعا أستاذة ولاء. هل احنا عندنا في مصر قوانين بتجرم وبتحاسب الأم والأب إذا ما أساءوا تربية أبنائهم؟ فما بالنا طبعا بقى وصولا إلى بيع جنين لسه طبعاً داخل بطن الأم. طبعا احنا أول حاجة لازم نفرق في اتفاقيات دولية بالنسبة لحقوق الطفل. الاتفاقية دي مصر وقعت عليها سنة 90، بتكفل للطفل حق الرعاية والحماية وعدم انتهاك حريته وحقوقه، وانه يبقى ليه اسم وجنسية، وانه هو يتمتع بكامل الرعاية من والديه حتى لو منفصلين. وطبعا بتنص على عدم اعدام الاطفال. كل دي اتفاقية مصر وقعت عليها سنة 90، اتفاقية دولية لحماية الاطفال. اتفاقية دولية لحماية الطفل. في بروتوكول 104 لسنة 2002 وبروتوكول 105 لسنة 2002 برضو بيتكلم عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الخليعة، وبيتكلم عن عدم الانخراط الأطفال في الأمور اللي هي يعني نزاعات سلاح أو حروب. كل دي أمور دولية متفق عليها ونصت يعني مصر وقعت عليها دوليا. نيجي للقوانين الداخلية. عندنا قانون الإتجار بالبشر، وعندنا قانون العقوبات، وعندنا يعني كافة وسائل الإتجار بالبشر. نصت المادة 291 من قانون العقوبات اللي هي بتنص على كل من باع أو عرض للبيع أو اشترى أو حرض أو سلم أو تسلم أو نقل الطفل، كل ده السجن المشدد. معلش تاني، كل اللي بيبيع عليه عقوبة، واللي بيشتري عليه عقوبة، واللي نقل الطفل باعتباره رقيقا عليه عقوبة، واللي عرض للبيع أو وعد يعني علي عقوبة. وعد عليه عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه. تمام، انت قلتيها ازاي في الاول؟ قلتيها كل من باع، كل من باع عايزة كل من باع طفلا او اشتراه او عرضه للبيع او سلمه او تسلمه او نقله باعتباره رقيقا ولو وقعت الجريمة خارج البلاد. يعني كل ده عليه عقوبة. مادة 291 من قانون العقوبات. وبتتفاوت العقوبة، بتختلف؟ هو يعني ما اقدرش اقول انها بتختلف لان ده نص صريح، وده كمان اللي نص عليه قانون الطفل اللي هو سنة يعني رقم 126 لسنة 2008. ده برضو قانون الطفل نص على مثل هذه الامور. يبقى احنا عندنا يعني عقوبة صريحة. اللي بيبيع عقوبته غير اللي بيشتري؟ لا، نفس العقوبة، كله نفس العقوبة. نفس العقوبة هنا في القانون العقوبات رقم 291، يعني قال اللي بيبيع زي اللي بيشتري بس زي اللي بيبيع. ده اساس الشر يعني، برضو انا عايز اغلظ عليه العقوبه ولا ايه؟ ما هو ده كله بيندرج تحت الاتجار بالبشر واستغلال الطفل. الاتجار بالبشر له اكتر من صوره. في تجاره الاعضاء، في عماله الاطفال. ده بيعتبر اتجار بالبشر. صحيح، ان انا اشغل طفل في ميكانيكا، في استغله يجيب لي فلوس. في اسر بتستغل اطفالها ايضا، ان انا اعرض حياته للخطر، ان انا اشغله في مكان يأثر سلبا على صحته. كل دوت امور استغلال واتجار بالبشر. فانا عندي القانون نظم العملية دي من اتفاقيات دولية، من قانون عقوبات وبروتوكول. ده بالنسبة للعقوبة. طبعا الامور دي بتختلف من حالة لاخرى. يعني انا عندي مثلا الاهمال لعقوبة، يعني الام اللي بتهمل في حق اطفالها او تسيبهم زي مثلا ما حصل في كذا وقع، تسيبهم وتسيب بقى يعني ايا كان يحصل لهم، يتحرقوا في الشقه، يحصل لهم اي حاجه. طبعا احنا حصل ده كتير، كذا وقع وتكررت كثيرا. من انعدام ضمير وانعدام طبعا يعني تحدي للفطره الانسانيه نفسها. كل دي عليها عقوبات. برضو عندنا عقوبة في القانون المصري، الإهمال عقوبته 6 شهور وفي غرامات. ولكن حتى ثانية واحدة، حتى لو أدى هذا الإهمال إلى وفاة الطفل؟ يعني ما هو في جرائم عمدية وفي جرائم غير عمدية. الجرائم العمدية اللي أنا يعني مثلا أحط سم، أسم في الأكل لا مثلاً. طبعا دي جرائم عمدية. تمام. إن أنا أسيبه وأنا متعمدة في مكان، وافتح مثلا الغاز او افتح اي حاجه مواد مشتعله، يبقى انا كده بتعمد ان انا اقتل الطفل. لكن لو اهمال، ان لكن انا اهملته وما خدتش بالي منه فحصل له حاجه، ده له عقوبه في القانون. 6 شهور بس. 6 شهور بس.
دي طبعا في قصور في التشريعات، ان المفروض حتى الاتجار بالبشر عقوبته خمس سنين سجن مشدد، المفروض اصلا العقوبه تصل للاعدام. انا ده من وجهه نظري، اللي بيبيع عياله انا شايف ان العقوبه لازم تصل للاعدام. ده مش بشر، ده مش انسان والله. اللي يقدر بعيدا عن العواطف يعني هي بقت تجاره وبزنس شغال دلوقتي ولاده يعني. وايه يعني وصلنا لمرحله صعبه قوي. هي اصلا ما في تأجير ارحام، ده حتى الشريعه الاسلاميه اعتبرته زنا. اللي بيأجر رحم لمجرد ان انا حد مثلا عايز يخلف فيأجر رحم يعني احنا عندنا القانون المصري مستمد من الشريعة الإسلامية. فطالما الشريعة الإسلامية قالت لا حرام شرعا، يبقى ما ينفعش القانون المصري يتعارض مع الشريعة. وأيضا عندنا الدساتير يعني برضو عشان أبقى شرحت الأمر كامل، احنا عندنا دستور 89 مادة 89 61 ومادة 80 دي بتتكلم عن الدستور الحالي. الدستور الحالي بتتكلم عن جميع حظر جميع صور العبودية والاسترقاق والاستغلال والقهر، يعني دي كلها امور. طيب والعيالة اللي بتشتغل في الورش، حتى الطفل اللي بيشتغلوا في الورش، العيالة الصغيرة دي عمالة. ما هي دي عمالة، صورة من صور الاتجار بالبشر. الزواج المبكر، ان شخص الاب او الولي يزوج بنته تحت السن القانونية، دي عقوبتها ايه يا استاذة ولاء؟ ملوش عقوبة تحت السن القانونية؟ لا عقوبة. الولي معلوش عقوبة في القانون المصري. ازاي؟ يعني الأب اللي بنته أقل من السن القانوني لو جوزها معلهوش عقوبة؟ معلهوش عقوبة. أنا عندي المأذون، المفروض في المأذون اللي هو بيكتب المفروض إن هو ليه عقوبة في القانون. الولي نفسه بقى اللي زوج، اللي هو متولي، هو إجرامه زي إجرام المأذون اللي هو في إن هو يكتب. ما عنديش فين 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 قولي لي نص يقول إن الولي ليه عقوبة في القانون. سيادة النائب، هل معلومات حضرتك ان هناك نص قانوني يعاقب ولي الامر اللي بيزوج بنته دون السن القانوني؟ لا مفيش، بس في مقترح بوضع ده. كلها مقترحات كلها مقترحات، لكن لا مفيش. 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 طيب